يا أمور ليش ما عم بتردي على رسائلي؟ أختي والله صدقيني خفيت من التعب. أنا ما قلت لك إنه كل ساعة بتحكي معي وبتطمنيني عنكم؟ إيه ونمت شو صار يعني؟ أكرم كيفه؟ أكرم اليوم أحسن بس لسه عم بيحس بوجع خفيف شوي. أمي حكيتي شي مع أمي؟ كيفه هلأ؟ يلعن حظي. شوفي يا أختي قديش الساعة؟ شو صار يا مور؟ أختي قال بابا عم ببيع البيت. كيف؟ امبارح أمي اتصلت فيني وقال اليوم رح يلتقوا الظهر بالبيت ويوقعوا. أنا على أساس فكر بشي حل طبعا بس راحت القصة عن بالي. برافو عليكي يا مور، برافو عليكي. هلأ حتى تذكرتي تقليلي؟ أختي لو سمحتي لا تضغطي علي، نحن ما قلنا لك شي لأنه منعرف إنه شغلك لفوق راسك. لك شو هالحكي يا مور؟ قليلي أنت كيف بتفكري؟ تمام سكري هلأ، أنا رح أحل الموضوع. كل شي منيح مرت أخي؟ منيح، أنت لا تشغل بالك. لف من هون، لف من شي محل ترقود، بدنا نروح لعند أمي. تمام. شو هاد؟ ولا شي، دواء عادي مسكن. يا مور أنا بعرف شو هاد. إيكو قليلي وين لقيتيه؟ قديش صار لك بتاخدي منهم؟ شو يعني قديش؟ بلا يا مور جاوبيني بسرعة على سؤالي. وانت شو دخلك؟ شو دخلك؟ كل شي بسبب هاد ما هيك؟ شو؟ شو عم تقول؟ انت بقيتي جنبي مشان هاد؟ انت شو عم تقول؟ وليلة امبارح كانت كذبة. لك امبارح كنتي معبية راسك ما هيك؟